الفنية العالية المعتادة طبعا لخدمة ريال مدريد في العام الجديد. لدينا محاولة من كاكا، محاولة المرور الآن، يتقدم هذا النجم ويرسل كرة للأمام، فرصة، راؤول يبدأها في الافتتاحية. نعم، راؤول مرة أخرى، راؤول في هذا المرمى أمام ديبورتيفو لاكرون العام الماضي، راؤول مرة أخرى. لكن من وين بدأت؟ من وين بدأت؟ من كاكا، من بين قدمي المدافع. هو شايف كاكا من بين قدمي المدافع، مرت من بين قدمي المدافع بالفعل على قدم بنزيما، الكرة اصطدت في القائم وعادت سهلة تماما إلى راؤول غونزاليس. ولاحظ المخرج بعد ذلك طبعا اتجه للجماهير، الهدف الأول، الكرة اللي بداها طبعا كاكا، ثم بعد ذلك كريم. افضل الانديه في العالم هي في اوروبا، افضل اللاعبين في امريكا الجنوبيه ياتون الى اوروبا. كره ملعوبه، جول ريكي ابن مدريد، ابن فريق ريال مدريد، يسجل في مرمى ريال مدريد، وبالتالي 1-1 ريكي هو الذي تقدم بالراس تقدم وبالراس تعادل، وبالتالي يتعادل ديبورتيفو لاكرونيا. كرة من جوكا، والارتقاء، يا سلام، ارتقاء في المكان الغير متوقع خلف المدافعين. جاء ريكي الشاب الذي بدأ في الفريق الاحتياطي لريال مدريد، ولكنه الآن يعود إلى برنابيو ويسجل في مرمى ريال مدريد، وبالتالي ريكي الإنجليزي مقابل 4 مليون يورو. هذه كرة ملعوبة ذكية وحلوة، حكم المباراة ماذا يحتسب هذه اللعبة لزانة ديارة. وهنا محاولة المرور من راؤول غونزاليس، والقرار يبدو أنه على وجود ضرب الجزاء. تدخل موجود، نعم، بالقدمين التدخل، كريستيانو رونالدو على التنفيذ، وارانثوبيا في المرمى يتقدم، جول هو الثاني لريال مدريد، هدف ثاني لكن الأول لكريستيانو رونالدو رسميا مع الفريق الملكي من ضرب الجزاء. أرانثوبيا بالمناسبة راح في نفس الاتجاه، اختياره للزاوية كان سليم جدا، لكن كرة كريستيانو رونالدو كانت محكمة وقوية جدا، ما في تسلل. بالفعل القرار سليم على وجود اللعبة الأولى، وفي اعتقادي ضربة الجزاء موجودة لأن حارس المرمى أرانثوبيا تدخل بقدميه، وبعد ذلك الكرة توضع بهذه القوة من كريستيانو رونالدو، يظهر رسميا للمرة الأولى. قدم شوط أول جيد فريق نادي ديبورتيفو لاكرونيا، لكن الأمور لازالت الأول، كرة خطيرة وجول، جول، إي نعم، جول، جول لديبورتيفو لاكرونيا مع بداية الدقيقة الأولى في الشوط الثاني. الخبير فاليرون يتقدم في مأمن ما كان مراقب، ما كان محاصر، ما كان متابع إطلاقا، في المكان السهل، المكان الخطر، لكن المكان اللي ما كان في رقابة إطلاقا، استقبل الكرة بكل سهولة واختار بعد ذلك التسديد، اختار الزاوية وفعل ذلك وسدد، وديبورتيفو لاكرونيا في البرنابيو يتعادل بهدفين لهدفين. فعل حيث يتواجد ألفارو أربيلوا لريال مدريد، لكن عودة كل لاعبي ديبورتيفو لاكرونيا، الاعتماد على المرتدات والتسديد. وتحت أنظار الكبير دي ستيفانو، ما لها إلا لزانة ديارة.
تذهب مباشرة في الشباك. طبعا هو سجل في مرمى روزنبرغ بنفس الأسلوب، تخلص بنفس الطريقة وبنفس القدم، ويكرر المشهد نفسه. وبالتالي ريال مدريد بعد معاناة الدقيقة الأولى في الشوط الثاني يتقدم.